الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. خوك يا أبو رزاق، تشتاق دكتوري فحصي كذا توشي قول دكتوري كفي كذا توشي نخوشي اتش اي في هاتي نخوشي ايدزو توشي انتهابي كبد الفيروس هاتي أجا هات سو دكتوري لحفتي دو هزار ده لو مدة صاروش بيش استا ساعتين روش بيش استا حفت هشت نو دا يازد دوازة سيزا شر روش بيستا فحسي كليا وكي هاتو توشي نخوشي آيدي ذاتي اتش آي في أجا او هات لا إما علاجه لكن يكم زارة بيتن إن شاء الله بإذن إخوة معزي القرآن إما علاجه لكن كالا بيتو هذا مصاب بالمرض اتش آي في وانتهاب كود الفيروسي وإن شاء الله مرض اتش آي في أي إيدز إن شاء الله نعالجه لمدة 6 شهور نعطي علاج بإذن الله إن شاء الله نجيب نتيجة بإذن الله تعالى وهذا سنتكلم وياه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ناوتشيا محمد طاهر. يقول اسمي محمد طاهر. لا شيء دجي. لا طوبزاوي. يقول أنا أعيش في ناحية طوبزاوي. ناحية طوبزاوي. ناوتشيا سامر. محمد طاهر. محمد طاهر. عمرك كم دجي محمد؟ ما شفت بنت. قل بعد نسيت وش نقول شيء عاد زادي. والله أمل لأخوين داني بدل مسلمان شيء لو شيء توشي أو. لا خوش. كل زاني توشي عاد زادي. والله أمن معلومات منه هذا يا أخوان نمد زاني. كل يعني معلومات بس. وقت الأخونا كم تا أو نفري بشتي مانجا كروشت. بلى. مانجا كيان زياتر يان كمتر أو جا لخستخاني تلفون أنا منكر. بلى. جنة شي تلفون أنا منكر. ما هو الشيء جواب من دوا وتي أتو فلان كسي هو مبلى. بلى. وتي أتو لا أتو يخون دا لخستخاني هو مبلى. لكن جو قومي والله ما وقت إذا أنا ظالم بالتأكيد أنا ظالم ما عندك كم ترزي هترى أنا ظالم بلى بس أمن بخوني من داي بري قلت يا أتو نخوشي خونته بلى جا حزك إن جر ما وش ما زالت هبو سرداني خاصة خانك بلى مش قومي يعني زو يعني قلت وقتك شيء هل وقتك ما زالت هبو قومي إن شاء الله إذا بينك شو نازعم كاتشان بو دروش يعني بانزروش كمتر زياتر ولا شو ما خصخاني لخصخاني فحص البر. بلي. فسألوا ممكن نتيخ أتو أو نخوشك يا. نبغى نخوشك إيش يا؟ قلت نخوشك عيد ذا. بلي. دكتور كيف بخوي فيه؟ دكتور كيف بخوي بري. بلي. دي علاج شو؟ قلت والله أتو شتكر يا. ومي والله ما قلت شامل شمك بيا وتي لا لروي تزور جوانية تونك أتو هر وتي أنصات أمريكا أتو لو شو لو إشانا دور إن شاء الله ومي إن شاء الله بس قلت وكو زينة حاشا وكو لقى بياوي خراب حاشا لقى نوعنا ومي إن شاء الله أمن لقى أو نوعنا هستان ومشتن لك بيا بارك الله وكو عمليات قومي والله أمن عمليات الكدية بس لم يشأ قدي تاريخ أبو قومي والله دوزار وشار بو إذا نازنم تشمانجا بو والله تأخذ نازن تشمانجا بو بعد زانم دوزار وشار بو بلى إدي لبشت هنجي هو أمن حسب منك إذا براسي لو أنا لوقت تجي بيرم ديتا دنين قابم تواب نبوة للشيء اللي خبيدا بلى بس خونه کم تون بوده زور جمله نبوده. بس که خونم دا یا وقت روزش هم از دکانی از دکان میام ماست. هد دکانی گویی اتولی ری بود میاری ولله. گویی ولله اما کشمانه اگر لمان زیاد زیب کرد میکنم کن اگر لقوت مداوی. گویی ولله اما هندا خونم پیش دو بتر. او نفری خود تبرک کلی اتو شگر قولي بس شاوم هو فرصته واقعي هو فرصته لا شيء وقلت له هولي لا خاصة خاني رزق قومي الله سوار والله سوار من شو إني خاصة خاني شو إني قلت للدكتورة خوني خو ما نقدرش يا أستاذ ناتي نتري دواي كده قلت يعني قلت بقى مكتوب بقى منا من خير خو ما ده بتوعد بيش ده من هبي أتو شو هذا الشيء من قومي ده اسمه بازاري مدد ما بازار قومي بخوال خاصة خاني نهاية دي من
يعني شي خون بتهاو اجي من هذا المول ناوي مش لا خاصه خانين مش رقم تليفوني باش تيجي تليفون بوا ومن لو موضوعي امن توش بوا انت زانه قومي زمان جي مولودش الشوي مولودي قولا سبحان الله اي والله الشوي مولود شنو ما بين ما الشوي مولودي قولا بس هذا ضاع دخول انت بروك قومي زا اودي على نعمه الخدايا القرآن بارك الله سبحانه إمام محمد يا محمد طاهر بليه سبحانه إمام من زايد روش كدو ما إيش كدو تعال خوش به كقرآن شفاء ومعجزة أو هي كم جلسة إن شاء الله آتي جد سدخين لسيدو إن شاء الله تعالى لسبيحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله وإن شاء الله علاج ذلك باش دماش إن شاء الله يتلقى إن شاء الله ما مشاك بإذن إخوائي قولا والسلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على بخير السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وعلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قربان وديارة أو لومتنا هديا. قربان أو ديارة أو فرسامي كردستانينا علمي كردستان. أبي عبد الرزاء استاذ بخوي قصيدك هذا أخ مصاب بالمرض HIV مصاب بالمرض HIV يعني مرض آيدس جاءت إلينا بفضل الله ومعجزة القرآن رب العالمين شفاه وهذا كل الفحوصات جاءت إلينا رب العالمين شفاه وهذا شوف اسمه محمد طاهر شوف هذا HIV نيجاتيف بالعربي بسم الله الرحمن الرحيم العوز المناحي الآيدس عسى نتكلم يا اخويا قران او على مش اوش طبعا برسيم كردستان اسباس لكن يا لومه هنا ان شاء الله ايما يكم مسلمان دو عاش كردي اوش برسيم كردستان يا رهديبو هنا من او شرف ابو ايما ان شاء الله كردستان ده تيب بارس حكم بشريعتي خوايدة كريه عليكم السلام ورحمة الله بيها ابرايا وعليكم السلام ايدز ده حمود جيهان ده علازين الحمد لله تيارا قرب انا زولي لقد كان يمكن يكتان بارس لوما يكتان شيرت عن برايا بي اخيم كاعي بنا بي قرآن يبي اخيم كاعي بنا قربان استاذ اخوي باق صبكا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كاك محمد جان فرم صبكا جانك من اخو شدك وشك طول شو دكتوري كل شيء من خشياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي يورا ان شاء الله. امين روزك لمال بوم. يا وك هات مال لما يقول خون بي بيستا. باي. قومي هكذا خوني من بيت أمن حاضر ما أقرنا قوتي أما في السلام عن كده خوني توا بله قلت من كلام كفربا لقد شو ما خاصة خانة رزقاري خوني مبيدا كخوني مبيدا رقمي تلفوني مني نوشي بله خاصة خانة دكتوري بله قوتي أوا بيوس معنا لكن ما عميد بله ماما ما وقت بيوس شو لبشتي خونداني تلفون اقلو من هاد عفرتك خوشك تلفون اقلو من كرد بلي امشكا جملة تلفون الراقر كجن زور او نبون قوتن ديالا بغلتي عاشي بلي هاشي اللي دا وزالي جدي كهالي مقرتوا قوم بكرمك قوتي اتوي محمد طاهر قوم بلي بلي قوتي اما بيرسي ما باتو هيا قوم بكرمك قوتي اتو خون الدالة خاصة خان رزقالي قومي بري قلت له شما قومي والله بيس روش بيستو بيان